أعلم بشكر الأستاذ شحاوة حافظ على الكلمة الجميلة اللي فيها والمداخلة والآراء اللي بيوجهها للشاعر على اعتبار إن ده يعني يقدر يمشي عليه من ناقص كبير زي الشاعر حافظ. نسمع دلوقتي الأستاذ ياسر عبد الرحمن. اتفضل. دايما يبقى في اختيارات قدام اي شخص انك تختار حاجه سهله او حاجه صعبه. انا مش عارف هي ليه تختار الشكل الاصعب في الكتابه. يعني الشعر العمودي ده محتاج لكتابته ادوات مختلفه والادوات الاصعب، وهو على فكره الاصل في الشعر. يعني لما نقف قدام القصيده العموديه فاحنا بنبجلها، بنقول ان بدايه الشعر العربي وبدا من الشعر الجاهلي بدات بالقصيده العموديه. بس في الحقيقه احتواء ادواتها مش حاجه سهله. فمن هنا انا مشفق على الكاتبه وانا بتساءل هي ليه اتجهت للسكه دي من البدايه؟ رغم ان في حاجات اسهل منها بكتير قوي، يعني شعر التفعيله مثلا 90% من كتاب الشعر اللي موجودين في الساحه بيكونوا تفعيله. 10% ممكن نقول يعني ليهم ميل للفصحى. ممكن نقول 5% اللي بيكتبوا، يعني كان 10% بيمتلك الادوات والوزن والبحور وعندهم ادراك كويس للغه، انما 5% منهم بس اللي بيكتبوا شعر عمود. ممكن نقول ان 1% بس اللي بيملك موهبه حقيقيه وابداع حقيقي في كتابه الشعر العمودي. ده المشهد على الساحه. ال1% ده يمثل رقم لو حبينا كده نقول حاجه تقريبيه. يعني المحروسه دي كلها لعلها لا تحتوي عن 50 الى 100 شاعر من نوع المبدع في الشعر العمودي. في حين انت عندك 100,000 شاعر بيكتبوا شعر تفعيله وشعر عاميه وحاجات حلوه قوي. فليه ما كنتيش مع الفريق ده؟ وعلى فكره هي المساله مش مساله قوه وامتلاك، يعني مش مساله جمال. يعني الفن ممكن ابقى شاعر عاميه واكتب حاجه ما يعرفش يكتبها 10 شعراء عموديين من المستوى الاول. ممكن ابقى اكتب شعر تفعيله متفوق جدا في ادواتي. بس هي المساله اتفرقت. يعني ما ينفعش اقارن مثلا موديل عربيه الماني بموديل عربيه ياباني غير بنفس الفئه. فكذلك الشعر العمودي ليه وضع بس هي الفكره كلها ان دايما بننصح البدايات بانك تتحرك في الحاجه الابسط. وشوف نفسك انت عايز ايه؟ يعني يبدو ان الشاعره استمعت كتير للشعر العمودي واتاثرت بيه في فتره من الفترات فحبيت تتحركي جواه. فبذل الجهد جامد لان اكبر اشتراك الشعر العمودي ان جواه شكل هندسي معين. فانت بتركز في التركيب الهندسي. تمام؟ وبتنسى المحتوى الفني بيتاخد منك. وده عيب شائع. يعني اقول لحضراتكم على حاجه، حتى في المدرسه الكلاسيكيه اللي كان فيها كبار الشعراء كان بيتقال على عيوب الشعر مثلا الكلاسيكي لما كنا بنتكلم عن احمد شوقي باشا ودبيه وحافظ ابراهيم والبارودي، فكان يتقال مثلا احد عيوب الشعر التكرار، التكلف احيانا في القافيه، الاسهاب، يعني حاجات كده معينه كانت بتتواجد لعل كل الحاجات دي فعلا موجوده. الا ان هي حيرتني في حاجه، ان هي حتى خدت حاجه من الشعر زي ما اشار استاذنا شرقاوي حافظ من الشعر الرومانسي، مدرسه الابولو وشعر البنجر. انا حسيت ان في جمل يعني ايقاع كامل من الداخل. يعني كان في غنوه اسمها في قصيده اسمها حضرتك اسمها اين ضاع. انا حسيت انها استحضار لحاجه كده الجمله قالها ايليا ابو ماضي. دي ايليا ابو ماضي عشان بس اقول الجمله دي جت في فيلم الخطايا بتاع عبد الحليم حافظ اللي هو اين ضحك وبكايا وانا طفل صغير. الجمله الجميله دي على فكره كان الشاعر من شعراء المهجر الرومانسيين الجمال اللي هم بداوا يطوروا في الشعر الكلاسيكي وعملوا شغل حلو قوي، ومخيل نعيمه ومطران والناس الحلوه دي فهي متاثره اكتر بالشعر الرومانسي. وجمله حتى اللي هي هل تنسمت العبير، يعني برضه حته اغنيه فيروز دي بتاعت الشعر الجميل برضه لما بيقول فيها هل شممت بعطر.
الجمله نفسها هي متاثره بالشعر العمودي جدا، فلذلك هي دخلت فيه. طيب هنتكلم بقى في شويه اشكاليات ظهرت قدامنا. هو طبعا انا عايز اقول على حاجه، اهم حاجه النهارده انك ما تزعليش وانك انت تسمعينا بحب كده، هو اللي تفتحي قلبك لينا كلنا، لان هي فعلا لحظه ميلاد. يعني على فكره في الوسط الثقافي، ويمكن اصدقاء كتير عارفين الكلام اللي هيقولوها اللي انا هقولها دي، اصدقاء الناس اللي عندهم رؤيه حلوه في الفن، يعني ان احيانا شخص بيدخل الوسط الثقافي وبيطبع كتاب واثنين وثلاثه واربعه وهو مش فنان وما عندوش موهبه وبيلاقي اللي يطبع له وبيلاقي كل حاجه. فكونك تقرري انك تتحركي على الطريق الصحيح دي في حد ذاتها جرأه، وتستحق انك انت تاخدي نصيحه خالصه، انك انت اي ملحوظات عندك، يعني انا يهمني نركز على هدف النهارده بدل ما اقول لا ده القصيده يعني في عندي حاجات حلوه عجبتني. بصي حضرتك انت بدايه انت فنانه تملكي ألم فني، ولكن بس يمكن في شويه توهان في الطريق، يعني بس عايزين نتقطع الطريق الصح في نقط معينه. طيب ايه الشيء اللي عجبني وايه الشيء اللي ما عجبنيش؟ الشيء اللي عجبني بعض النصوص يمكن تتجاوز 7 8 9 10، يعني مجموعه نصوص كده اهو، اللي هي حسيت ان فيها تجربه انسانيه وبالتالي تجربه شعريه، فحسيت ان هي بتقول فكره مختلفه عن بقيه الافكار اللي احتوت المجموعه اللي بتتكلم عن الحب والشوق والفراق والحاجات دي اللي شعرت انها جايه ضربه في الكتاب، لكن بدون تجربه حقيقيه. يعني برضو القارئ لما بيلمس احساس جوه النص بيعرفوا ان هنا في شيء صادق جوه النص. في مثلا قصائد، يعني قصائد زي طبيب الغلابه، طبعا كلنا عارفين الشخصيه الجميله اللي كلنا فعلنا بيها، يعني في ناس كتبت فيه قصص، في ناس كتبت فيه روايات، في ناس كتبت اشعار. في مثلا لست مراما، لست مراما حسيت كده انها طالعه لست مراما. مراما هي فيها عمق في فكرتها شويه، لان انا كان عندي مشكله في عناوين الرئيس بصراحه، عناوين كان في عناوين كتير كده حسيت انها بتخرج لك كلمه من اول صفحه وبداية عنوان. الكلمه دي كلها انا دايما بوصي على فكره دي غلطه بقى فيها كبار قوي. انا بقول ايه؟ ان الكاتب المفروض يجتهد شويه للعنوان، مش لازم يبقى كلمه جوه النص خالص. لو كانت خلاص فانت اختاري الكلمه اللي فيها ذكاء، اللي فيها تعدد دلالي، بحيث يعني تعمل لك عمق للنص نفسه، يعني تضيف النص ما تقللش منه. لكن كنت رح واخد كلمه من اي سطر وحطيت عنوان دي مقياس، تمام؟ فقصاد كده لما جات لي عنوان اللي هي لست مرغما، انا حسيت وهو اتكلم كلام جميل قوي عن تجربه حب، انك انت مش ملزم انك تكمل التجربه، يعني شخص اخر في التجربه مش ملزم انك انت تحب، انت ممكن تعيش لوحدك عادي. فكانت فكرتها حلوه، يعني عارف حضرتك ازاي لما كله عباره عن مرسيات، يعني اغلب القصايد اللي ما عجبتنيش على فكره ان هي فيها مرسيه، فيها شويه نداء كده، استعطاف للاخر، استجداء للاخر، او تحدي. يعني انا بلاقي مثلا هي تتحدد بصوت المراه في بعض القصائد وصوت الرجل في بعض القصائد، واحيانا يبقى الكلام منقول عن كلا وقال وقلت، يعني مش بس بيخش النص مباشره. فهنا حسيت ان هي بتحاول تنوع، ده شيء تحمى بيها يعني. فلما اتحركت الفكره دي كتير قوي، فكره ان انا كنت فاكره ان كذا وكذا، انا شعرت في لحظه من اللحظات ان مش دي مشاعر الكاتبه الحقيقيه. يعني عارف حضرتك لما تبقى متاثر بالظبط، وفي الحقيقه احنا بنجرب الاخرين، احيانا بناخدها بدون احساس بالباقي. احيانا انا لان بص انا اتكلمت قبل كده عن حاجه اسمها ادب التجربه، كنت عملت تنظيم ليها كده، يعني ادب التجربه بيبقى ليه عمق معين، لما انا مثلا مريت بتجربه غربه، فكتبت فيها دي بتعمل الاتش، بتخلي عمق في كتاب تاني، عمق في المشاعر. ممكن شخص يقراها مش بس في الكاتب، في القارئ نفسه. القارئ لو مر بتجربه الغربه يتفاعل مع كتابتي بشكل اعلى. القارئ العادي لو ما مرش بتجربه الغربه يعني هيحسها، يقول بعض الجماليات يعجبه فيها مفارقات كده، لكن انفعاله ليها هيكون اقل. فلذلك انا بقول ان كتابه التجربه بيكون فيها بعد ثاني للمشاعر، مهم قوي ان انا احصل عليه وان انا اقدمه، ويهمني ان انا اخلي القارئ يقتنع بيه، نقطه يعني. طيب في حاجه كتبتها اسمها يمن بكى. يمن بكى انا ما اعرفش استحضرت فيها الشخص كده المشهور قوي في لحظه البكاء في حضره الحبيب اللي هو المتطور الله عنه. طبعا هي اي دلاله تؤخذ بقى في النص يعني، بس انا حسيت ان هي لحظه البكاء كده في
حرم يعني واحد زار فبكى فبالظبط كده هو يعني. فهي لحظه البكاء طبعا هناك في حضره النبي دي لحظه مؤثره قوي، وبتيجي حتى بعد كده ظهرت قصيده زي مديح لرسول الله صلى الله عليه وسلم لولاك يا رسول الله.